بناء على تكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصبع حفظه الله ورعاه، عقد في قصر السيف عصر اليوم اجتماع ضم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصبع.